هذا زوجي كل شيء ما عنده الله وكلكم كل شيء ما عنده واحتغلوه بري بعد ما عين شافت عين لليوم نسأل يقولون احنا ما خذينه وهم جدام نخذوهم سرايا السلام من مخيم اصحابي. ما يقدرون يقولوا هاي وين راحوا اهلهم، ما يقدرون يدورون عليهم، بس قاعدين هناك وقاعدين على الكراسي وها هي متمددين ومتاحين، ما يقولون احنا ذولا ذابينهم بالمخيم لا بس صار بحالهم ما يقدرون يقولون هيك شيء. شتفوني انا واخويا فحطونا ببيت. جو اختاروا اخويا وخذوه من يمي. وهاي من 2015 لحد الان انا ما اعرف عنه شيء. انا ابويا مفقود صار له 5 سنين، ما حد يسال علي ولا كل شيء، والدوله لا تسال علي انا ولا كل شيء، عبالك احنا شاهدين مذبوبين هنا بالمحطه هاي الرخيصه والجيفه وكل مرض. قبل تسالني على ابوه شو اقول له؟ يعني ما اقدر اجاوبه بكل شيء. وهذول يعني جهاله كل النهار يبكون عليه. فقدت اولادي وما ادري مصيره وين ما وين. وهذا عيوني انعمل من البواكي عليه، عندي هو وروحي. هو ودنياتي، هو وروحي، زين علي. ما عندي غير الله واحد ظل عندي. ها كان عنده بنيات 2. وين القاه؟ يلا عدمن. عدمن يلا. يا ليدي تعال ما ينطون سعال، ما ينطون سعال، لا هيجي ما ينطوني سعال. ما عندي فلوس اروح ادوره، ما عندي واسطه اروح ادوره، ما ينطوني حكي.